أغاثنا بغيث مغيث. سلام عليكم أيها الأردنيون الشرفاء، وأنتم تنتصرون للقدس، ومن أولى منكم بالقدس، ومن أولى منكم بنصرة القدس. وسلام على شعبنا الأردني الوفي، هذا الشعب الذي يقيم أسابيع للقدس ويقيم الفعاليات من أجل القدس، يؤكد أن هذا الشعب لن يخرج من خندقه، خندق الأمة، بل طليعة الأمة، طليعة التحرير الذي بشر به رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وتحية للشهداء الأبرار الذين قضوا دفاعا عن المسجد الأقصى، تحية لشهدائنا معاذ وعدي أبو جمل، تحية لشهدائنا عام 48 الذين أحيوا فينا من جديد سنة شد الرحال، تحية لهم وهم يتجاوبون مع القدس في الجليل والمثلث والنقب وسائر الأرض الفلسطينية. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، كفاني أخي الدكتور فارس الحديث عن شرف الأقصى وشرف القدس، ولكنني سأتحدث عن الخطر الذي تعيشه القدس اليوم. لأول مرة يتم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لأول مرة يدخل اليهود المسجد القبلي المبارك، لأول مرة يصل اليهود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة. القدس اليوم ومسجدها الطهور في محنة أيها الإخوة، الاقتحامات يومية، القتل مستمر، الحرق مستمر، النفي مستمر، الإبعاد مستمر، الإغلاق مستمر، والأكثر من ذلك. اسمع يا سيسي وعباس، تكبير. خليه. الأردن كلها حماس، تكبير. اهتف سمع كل الناس، اهتف سمع كل الناس، واهتف سمع كل الناس، اهتف سمع كل الناس. وحنا للأقصى حراس، حنا للأقصى حراس، والغاصب لازم ينداس، والغاصب لازم ينداس، والعملاء هالعنجاس، والعملاء هالعنجاس. تكبير. أين ذهبت الولاية الأردنية والرعاية الأردنية؟ مشروع قانون الآن بيهودية الدولة، أين هي الدولة الفلسطينية الموهومة التي يسعى إليها الجارون والراكضون وراء السراب؟ أين حق العودة الذي كفلته المواثيق الدولية؟ ما هو مصير إخواننا عرب 48؟ القدس في خطر، ما بعده خطر. وحين تكون القدس في خطر فالأمة كلها في خطر، وأول المستهدفين بعد القدس عمان، بلد الأحرار، عمان الكنف الأول من أكناف بيت المقدس. أيها الإخوة، أين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم مما يتهدد القدس؟ أما المقادسة بيض الله وجوههم، أما الغزازوة نضر الله وجوههم، أما عرب الأرض المحتلة والله لقد أحيوا فينا الأمل بعد ممات. ولكن السؤال الكبير، أين دور السلطة الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ هل من الإسلام في شيء أن يكون هنالك تنسيق أمني بيننا وبين العدو؟ هل من العروبة والكرامة والمروءة أن يعترف مع أعداء الأمة اليهود؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
متى يتوقف الحصار؟ حصار مصر الكنانة لغزة هاشم. متى تتوقف الحملة الإعلامية؟ متى يتوقف اتهام المقاومة بالإرهاب؟ المقاومة شريفة، المقاومة راشدة، المقاومة تعرف هدفها، هدفها العدو الصهيوني على الأرض الفلسطينية إلى أن تتحرر فلسطين، كل فلسطين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أيها الإخوة، أيها الأردنيون، أيتها الأردنيات، نحن في الكنف الأول من أكناف بيت المقدس. نحن علاقتنا علاقة مميزة بين فلسطين وبين الأردن. نهر الأردن ليس نهر فصل، وإنما هو نهر وصل بإذن الله عز وجل. علاقة الأردن بفلسطين ليست علاقة الأردن بفلسطين ليست الدور الأردني الذي نصت عليه معاهدة وادي عرب المشؤومة. علاقة الأردن بفلسطين علاقة عقيدة ودين. علاقة الأردن بفلسطين عقيدة الدم، علاقة الدم والدين كما يقول، والدم كما يقول الأردنيين. ما يصير مية، الدم ما يصير مية. على أرض القدس ومن حول القدس دماء أردنية زكية من قواتنا المسلحة الباسلة ومن شعبنا الأردني الباسل أيضا سفكت على أرض فلسطين، وأبنائهم وأحفادهم على الطريق على النهج ينتظرون تحقيق وعد الله وبشارة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. قبل أيام أعلن السيد رئيس الوزراء أن إلغاء معاهدة وادي عرب مستحيل في ظل الظروف القائمة، ونحن وإن كنا لا نسلم معه بذلك. الأردن قوته قوة ذاتية بعد الاعتماد على الله عز وجل، ليست المعاهدة التي تحمينا. شعبنا وجيشنا بعد الله يحمي الأردن. أين أغلى من الأولاد والأبصار؟ ارجعوا من حيث أتيتم، فولى زمن الانكسار. فكتائب القسام كشفت جبنكم ولها الانتصار. يا كاتب التاريخ انتظر وسجل أن ابن صهيون في غزة قد انتحر مسترجلا على الطفل والحجر. والدول العربية تقول اصطبر، ما لكم غير الدعاء المستتر. مجلس الأمن يتآمر وينتظر، أم لجرائم الصهاينة وجهة نظر؟ يا كاتب التاريخ، أمة محمد لن تنهزم وستنتصر. حمى الله الأردن ومليكه من كل شر ومدينة المدائن، لك الحنين والدمع في عيني. أسمع الأنين ويحترق قلبي، لست وحدي مع الملايين من أمتي. شوق وحب والأكفان على الأكتاف، لا سلام ولا استسلام يرجعك. كرامة أمة صلبت حين استباحوك. لا تحزني أحفاد عمر، وصلاح الدين سيأتوك. أولاد القرد والخنازير يومكم آتي، مهما على طغيانكم فجبلكم واضح للعيان. ممتاز، أنت بس حاول تنهي. لا استنكار ولا شج، لا استنكار ولا شج، فالوقت وقت الجهاد. أرأيتم السلام وما جلب؟ أرأيتم
حتى تطاولوا على قدس الأقداس. أنا انتظر ليهدموا، وماذا نقول للأحفاد؟ أمن أجل السلام يضيع الشرف والعرض للأبد؟ القدس أغلى من نور العين والولد. يحفرون ليهدموا حضارة أمة الإسلام. أين هو هيكلهم المزعوم؟ قسما لنأتينكم بقوة الإيمان، سيرجع الحق مهما طال الزمان. ونصلي في الأقصى وعبد الله الإمام من أحفاد محمد القائد الميداني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.